مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد. ارتفاع في درجات الحرارة ودرجة الحرارة العظمى تتجاوز 30 درجة في بعض المحافظات، وهيئة الأرصاد الجوية توجه تحذير عاجل للمسافرين وتكشف عن حالة الطقس في عيد الفطر المبارك. تفاصيل كثيرة حول حالة الطقس اليوم وخلال الفترة المقبلة سنتابعها الآن مع حضراتكم من خلال تغطيتنا الجوية، كما سنستعرض معكم أيضا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات مصر. كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، وتوقعت أن تسود أجواء حارة نهاراً على أغلب الأنحاء، لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئاً على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس ليلاً وفي الصباح الباكر لطيفاً على أغلب الأنحاء. أيضا ستكون الفرص مهيئة لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، حيث أنهما الظاهرتان الجويتان المؤثرتان في حالة الطقس خلال هذه الفترة. وحذرت هيئة الأرصاد في بيان عاجل المسافرين من انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تسود السواحل الشمالية الغربية شبورة مائية وتنشط الرياح بقيمة 26 كم في الساعة والجو يكون غائما، بينما يسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شبورة مائية أيضا وتنشط الرياح بمعدل 30 كم في الساعة والأجواء تكون مشمسة. ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين وقائدي المركبات على الطرق خلال الأوقات الشبورة المائية، وأكدت أنه يجب تفقد حالة الإطارات والتأكد من فعالية مساحات الزجاج والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، كما يجب تخفيف السرعة حيث أنه كلما كانت السرعة أقل كان من السهل السيطرة على السيارة، وضروري أيضا الحفاظ على مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك لتفادي الاصطدام بها. ومن الشبورة المائية إلى نشاط حركة الرياح والذي نشهده خلال هذه الفترة، وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاطا للرياح معتدلا بقيمة 28 كم في الساعة والجو مشمسا، فيما تسود شمال الصعيد شبورة مائية مع نشاط للرياح معتدل بقيمة 28 كم في الساعة، وجنوب الصعيد يشهد نشاطا للرياح معتدلا بقيمة 20 كم في الساعة والجو يكون أيضا مشمسا. وبالنسبة لحالة البحرين اليوم، فحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف ورياح سطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف ورياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. ويتساءل الكثير من المواطنين عن طبيعة الأجواء في عيد الفطر المبارك في الوقت الذي تحرص الأسر المصرية على شراء ملابس جديدة مع اقتراب عيد الفطر احتفالا به، إلا أن الكثير من الأمهات تحتار في شراء نوعية الملابس بين الشتوي والخريفي والصيفي. ووضح ذلك عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود القياتي، وأكد أن فصل الربيع اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، من المتوقع أن نشهد تقلبات جوية كبيرة في طقس عيد الفطر المبارك، وذلك لأن العيد يأتي في فصل الربيع الذي يشهد تسارع واختلاف كبير في الكتل الهوائية. وقال عضو الهيئة العامة للأرصاد أن متوسط درجات الحرارة خلال العيد سوف تكون ما بين 26 درجة و 29 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة خلال ساعات النهار، وتقل عن ذلك المعدل كلما اتجهنا نحو الشمال لمحافظات السواحل الشمالية، وترتفع قليلا عن هذا المعدل كلما اتجهنا نحو الجنوب في اتجاه محافظات صعيد مصر، وذلك وفقا للبيانات المناخية. كما أشار إلى أنه خلال فترات الليل تسود الأجواء اللطيفة وفي ذات الوقت تكون مائلة أيضا إلى البرودة. في ذات السياق وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر فيما يتعلق بتبديل الملابس خاصة في الليل بسبب الاختلاف في درجات الحرارة خلال النهار والليل، كما أشارت الهيئة إلى أهمية ارتداء ملابس إضافية أثناء فترات الليل وارتداء الكمامات خلال ساعات النهار خاصة مرضى الحساسية، لأن ذلك أو في تلك الفترة بتشهد حدوث رياح الخماسين تلك المثيرة
للأتربة. وبشكل عام بدأ يتحسن في حالة الطقس من يوم أمس السبت، حيث توقف سقوط الأمطار، بينما تبقى الظاهرتين الجويتين المؤثرتين هما كثافة الشبورة المائية وانتشارها على الطرق ونشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من البلاد. وابتداء من الغد ستختفي الشبورة المائية ويستمر نشاط حركة الرياح على عدد من المحافظات حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024. والآن قبل أن نختتم مع حضراتكم تغطياتنا الجوية، دعونا نعرض لكم بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات مصر. القاهرة 29-18، الإسكندرية 26-14، مطروح 23-13، طنطا 29-16، بورسعيد 27-15، شرم الشيخ 30-19، رفح 30-14، المنيا 33-16، سوهاج 34-17، وأخيرا أسوان 35-19. مشاهدينا، انتهت تغطيتنا الجوية، شكرا لكم وإلى اللقاء.